220 مليار دولار، هذا هو المبلغ الذي صرفته قطر لاستضافة مونديال 2022، وتعتبر هذه البطولة الأغلى من بين كل المونديالات السابقة. أين صرفت كل هذه الأموال؟ معظم هذا المبلغ صرف على البنية التحتية التي تشمل أولاً الملاعب، الشوارع، تجميل الطرقات، شبكات الصرف الصحي، المترو وتوسيع المطار. وحسب الخبراء فمن المتوقع أن يزور قطر 1.5 مليون سائح خلال فترة البطولة فقط. طيب، كل الدول تتنافس لاستضافة المونديال، لماذا؟ طبعاً لتبرز قدرتها وإمكانياتها ولتجذب الاستثمارات والسياح. تتوقع قطر أن كأس العالم سيحفز الاقتصاد الوطني بعشرين مليون دولار، وهذا رقم قليل بحجم الاستثمار الذي قامت به. لكن العائد الأكبر هي البنية التحتية التي ستظل معها لسنوات طويلة، بدون أن ننسى الجانب المعنوي. فنحن نتكلم عن أول بلد عربي مسلم يستضيف هذا الحدث العالمي. في الأخير أحد الفرق سيفوز بالكأس، لكن قطر ستفوز بكل شيء آخر، ولك أن تتخيل. شاركني رأيك، ولماذا كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم؟ فكر فيها.